بشتغل على تول اسمها الاريسر. الاريسر بتمسح وليها كذا مود. اول حاجه ممكن نعرفها عن الاريسر، الاريسر موجوده هنا، السيمبل بتاعها اي. هناخد الاريسر تول العاديه خالص. الاريسر تول ليها مودز برضو، بس المودز بتوعها مختلفين، ان هي تشتغل كبرش او كبنسل او كبلوك. حاجة تانية برضو ان هي ممكن يكون لها بريست، وممكن تغير الدايمتر بتاع الريسر بتاعها والهاردنس بتاعها. انا هاخد الريسر تول وهبتدي اشتغل في مكان زي ما انت شايف هي ما بتعملش حاجة خالص غير ان هي بتمزح بس. الكلام ده ما بيتحققش في كل الحالات. طيب هوريك مثلا حاجة تانية، ادي الفلو وادي البرش وادي الاوباسيتي، وبنفس الستايل اللي انا كنت شغال فيه بنفس حجم الفرشة هبتدي امسح. اوكي. حاجة تانية لو غيرتها لبلوك او لبنسل، انا مثلا هشتغل كده كبنسل، هتعمل حتة الانتي ايس. تمام، لو هاجي على اريا لسه ما اشتغلتش فيها وهشتغل فيها كده وهكبر، هوريك حتة البيكسلز اللي مكسورة اهو، بيبتدي مفيش سموثنج، بيبتدي يعمل يقطع البيكسل ببيكسل تاني. تمام، ده في مود البنسل زي البنسل اللي كان مع البرش. هرجع للفيتنج سكرين او هشوف الاكسل اكتشوال بيكسل، هرجع للهيستوري كليك، ارجع الفايل بتاعي زي ما كان. البنسل تول معاها واحده تانيه اللي هي اللي تحت دي اللي هي الماجيك اريسر. ماجيك اريسر بتبقى بتشتغل زي الماجيك وون تول. لو هتلاحظ برضو كونتيجوس وانتي اليس. تمام، والتوليرنس موجود، نفس الاتجاهات نفس الشغل اللي احنا كنا بنشتغله مع الماجيك وون برضو موجود مع الماجيك اريسر. الماجيك اريسر بمجرد ما اخترناها الستايل اختلف، ما بقتش براش ولا بلوك. هاجي مثلا هشتغل بيها في مكان، هكليك في مكان واحد. اوكي، اخدت الكالر اللي موجود واخدت الكالر التاني. تمام، اوكي، لو هكليك هنا، اوكي كليك هنا، اوكي هرجع للزيرو تاني وهروح ادوس على كونتيجوس واروح اكليك هنا. اوكي، ما بتاخدش غير الجزء اللي انا مختاره بس، تختار كلر درجة اللون بس. طيب هغير التوليرنس خليها 100 وهتشيك على كونتيجوس وهروح اكليك في مكان. بص ايه اللي حصل، عملت اختيار لدرجة الوان قريبة من بعض وخدتهم. طيب هرجع للهيستوري تاني وهغير الاوباسيتي ل 50% مثلا. اوكي، وهروح اكليك على الجزء الاحمر ده تاني ونشوف ايه الافكت اللي هيحصل. اوكي، ايه رايك، خدت نفس درجات الالوان بس ما مسحتش اللون كامل، لا هي مسحته بشكل بارشلي جزئي. تمام، لو شيكت على الانتي الياس تمام وابتديت تشتغل بيها وهي بتشتغل هتطلع سموث سيرفيس، يعني مش هتقطع اللون قوي، لا هي هتسيب له جزء من البيكسلز اللي انا قلت لك اللي هي بتعوض بيها درجه اللون عشان تحط السموثنس او الايقاع الهادي شويه. اوكي، برضو هرجع للزيرو تاني. اوكي، وهوريك تول تانية غريبة شوية اسمها باك جراوند اريسر تول. أول حاجة أنا شغال على لاير واحد، لو عملت
ديسيبل ليها من هنا. انا عندي باك جراوند لونها ابيض، تمام. الباك جراوند ما بينفعش نشتغل عليها لان معمول عليها لوك، تمام. لو انا الايمج بتاعتي عايز اشتغل على الباك جراوند بتاعها، بمجرد ما بروح اكليك على الباك جراوند، تمام، واشتغل بالباك جراوند ريسر تول، هبتدي اشتغل. هيمسح لي، المفروض ان انا اوكي هبتدي امسح الباك جراوند. اوكي، زي ما انت شايف ان هو ابتدى يشتغل على الباك جراوند وابتدى يبين لي الترانسبيرنت لاير. لو هبص عليها كده، ده اللي هو مسحه، ابتدى يمسح الترانسبيرنت، تمام. ممكن اغير البراش بتاعتي بس شوية عشان اشتغل بسرعة اكتر، وهبتدي اشتغل. في حاجة بقى تانية عايزك تلاحظها، ان هو غير اسم اللير. اللير دي كان اسمها باك جراوند، لو رجعنا هنا ادي حالة الزيرو تاني كان اسمها باك جراوند. بمجرد ما ابتديت اشتغل على اللير اللي تحت، تمام، غير لي اسمها للير واحد. التول دي بجد محيرة شوية ويمكن تضايقك شوية كمان، بس لازم تتعود عليها. لو انا هرجع لللير بتاعتي وهختار مود مثلا زي ده، المود ده اسمه sampling once. انا بمجرد ما بكليك على color، تمام، بياخده. طول ما انا دايس كليك وبمشي عمال بياخد الكالر ده. لو عملت كليك على كالر تاني، زي ما انت شايف الدايره كبيره وهو ما بياكلش غير الكالر اللي هو اللي اختاره، لان هو اخده كباك جراوند كالر، تمام. طب لو عملت سويتشنج عن طريق اكس، دلوقتي انا قلبت الباك جراوند والفور جراوند كالر بتوعي وابتديت اشتغل، زي ما انت ملاحظ ان هو عمال بيسامبل الكالر وبيغيرها هنا كل شوية. ابتدي اشتغل فيها لان انا بعمل حاجة اسمها سامبل وانس. طيب هرجع تاني، هكليك هنا وابتدي ادراج. ايه اللي بيحصل؟ ان هو بياخد درجة اللون اللي انا ابتديت بيها ويبتدي يمسح من وراها، تمام؟ اوكي، بمجرد ما هسيب وهسامبل كولر تاني هو هياخده. اوكي، هتلاحظ ان هو مش شغال على الوان تانية، بس هاجي في حتة تانية هيبتدي يشتغل تاني. اوكي، درجة بقى التحيير هنا ان انا ممكن اسامبل كولر واكليك Alt وابتدي اشتغل فما يبتديش يشتغل معايا. اوكي، انا عملت سامبل للون اللي انا بحميه وشغال على الفور جراوند كولر. بجد طول هتبقى محيره شويه. انا هسامبل اللون الابيض ده، انا عايز اشتغل على الابيض، تمام، وبرده الاوبشنز بتاعتها مختلفه شويه، فياريت تشتغل عليها شوية لحد ما تعرف تشتغل عليها كويس. واشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.